واش اخوان اليوم ان شاء الله جيو غنصاوبو الدراكيت دابا ان شاء الله غيجي المعلم انا كنتسنى فيه. بغيت نشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم درتو كنوصلوا ل 20000 لايك. بغيتكم تضغطوا غدا انفو تفرج تفرج عا بلا جيم بلا كومونتير. انستغرام ديالي ها هو شنو هذاك انا باركت لكم العواشر في الفلوق اللي قبل. هذا الفلوق هذا ما تباركوش ليا نتوما العواشر شنو انا ما حتى حد ما يبارك ليا العواشر انا ما كاينش غير يبارك ليا العواشر والو زعما وسربي سربي يبارك ليا العواشر كنتسنى يلا هبط سربي يبارك ليا العواشر بارك ليا العواشر خليكم معنا. اللقطات الاخيره اللي غير قادتهم السفينه طوفو قتلنا هذا الباب قتلنا الطلاكيت هنايا على قبل الشتا دابا راه الشتا كتصب وشنو بقى لينا؟ بقى لينا هنايا لداخل بقى لينا هنايا لداخل نسيت انا على الباب والله نسيت على الباب بقى لينا لداخل هاد البلاصه هادي تبيها خاصها تصب هانتوما تشوفوها من هنايا الارض صابونا تكون هنايا الكروسه وبقاو معنا نشوفوا الاجواء كيف غتصاوب ان شاء الله. راه سفينه خلعان والله يا سفينه الطوفو هادي اللهم بارك اللهم بارك خيدي الساعة 6 دابا ماضي ساقطة موت كاين عشيري كاين دابا باش نجيبو الطلاكيت. المهم اخوان هاي الطلاكيت هادي اللي غنسقطو بها ان شاء الله صبات الشتا بحال اليوم ان شاء الله ولا شي حاجة ما تصبش علينا وصافي هاي السفينة اللهم بارك غادي داكشي مزيان داكشي غادي ناضي غادي كان ناضي صافي حايد عليه ارى لي طوفو الضالع شي هاي الضالع شير هاي الضالع شت لي الضالع شير صافي هاي كاين صافي هاي الضالع الاولى بقى الضالع الثانيه هاد اللعيبه شي فين غيكون ذوك الحديد هاد انا فين غيكون ذوك الحديد تضرب عليه خارجين ياك جوج هادي الخوت الضالة الثانية شي كيحيد لها اللعيبه وكيفاش طلعت الضالة الاولى تتفقي ما وريتكمش ناضي اللهم بارك ثانية غتركب هنا ويبقى لينا غير تحت ان شاء الله والسفينة تكون سالت وبحال والو للداخل غنصبغو بالكحل كامل وعطيونا شي افكار في الكومونتير شنو ندير لداخل واش نرسم واش غنصبغ بالكحل هانتوما الخوت دابا غت توفق انه الضلا كيت شوف الناس غتوفق اللهم بارك فيك خاصها لتحت سيري جاتكم من الداخل عندي الاضاءة عندي الاضواء عندي لا لا جات لاصقة جات لاصقة ترى غنولي نبات فيها يعني والله الا غنولي نبات فيها لا لا ستمو شي قبصه لا سيليكون ضرب سيليكون نديرو تما صافي لانطاي هو ما خدمش معمر غيهبط حتى مايله صافي اخوان دابا استراحه الشبات كتصب اي ولد اولي مطنطن الضو ولا شي حاجه كاين اخي ديال كاين انا بغيت صفاي علينا ورا الفريز اللي صاوبتي وغتخشي في الفريز حتى دابا في الضو ديريو كاين الماء والشا والسلوكه يا ربي السلام لما تلعش هاد الفروق الوداع باش تعرف عشيري ما تخافوش من الموت اه بسم الله يا بسم الله 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 ما طرا والو كي لا كي لا كي 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 شلون ماطلك شلون ماطلك عندك يطيح كيفاش غنطلع دابا انا
عندك بشوي لكن ناري 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 انا خصني نطلع صراحه. المهم خوتا هو قرب يدير او قرب يسالي الدراكيت عرفتي دابا اش غندير؟ غنطلع الفوق معلي ما يمكنش ما نطلعش الفوق دابا واخا كتبان لكم صعيبه انا والله حتى غنطلع. خدام كي غادي داك الشيء معلي اخوتي كتشوفوا راه الشكا تصب وخدامين وحق الله ترى ما بقى والو انتم راه الشكا تصب. الفلوس يا اخي الفلوس. يا سالا اش قلتي لي اش قلتي لي دابا؟ لا يا خويا غير شورق ليا حسين. لا ناضي ناضي اللهم بارك اخي ديالي. خويا دابا بقات حاجه وحده هي نطلع نتاكد من داك الشيء واش ناضي ولا لا وغنقول لكم. انا طالع. مشكلة كيفاش غنعود لا 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 الله يبارك خليكيني كيفاش غنمشي هادا انتوما اخوان لا لا شو الطلاقيت الطلاقي طلع 12 والله الا طلعت ناضي يا رخوش ترى كلشي بوكي والله تخيف لا نزلق يلا اللهم بارك طوفو فوق الطلاقيت طوفو فوق السفينة والشتا تصب والمواج كيضرب ديرها وغندير لكم فلوق نهار قبل رمضان البلاصه اللي غنحط فيها باش ما توحلوش ما ديروا ما تلفوا ما والو حتى لو حلتوا وحلتوا كاع الكارديانات اللي كاينين هنايا مقربين ليا كاملين ندويش معاهم كلهم غيوريكم غير سو اي كارديان بان لكم هنا في بورغون في الرانجير غيوريكم البلاصه بالضبط بوش و يتشاو عليكم ولوصلتوا اخر بالبنتو عليها فلوق اللي قبل كلشي كومونتا ليمونه دابا تكومونتيو ايموجي ديال الفلوس وصلتي حتى للخر دير ايموجي ديال الفلارس غتكثروا ليا من الفلارس في لي ايموجي ودابا كان اخويا تشوف عليكم.